بص، لما انت تقعد تكتب كده مثلا، عايز مثلا تكتب مثلا محمد، بعد كده احمد، بعد كده تكتب مثلا 66، بعد كده تكتب اي حاجة تاني، فانت بتقعد تظبط دي كده وتقعد تعمل عليهم اللي هو البوردر دي او الحدود اللي انت بتظبط بيها الحتة دي. فانا هجيب لك فكرة جامدة جدا جدا في الاكسل هتظبط لك كل حاجة واوتوماتيك. بص، كل اللي عليك انك هتيجي تعلم على المدى الاعمدة اللي انت هتشتغل عليها، وليكن ده كله، وتروح جاي عند كونديشنال فورماتنج، وتيجي حاجة اسمها نيو رول، وتيجي عند اخر واحدة دي وتكتب، وتروح دايس على دي كده، تمام، وتروح دايس F4 مرتين علشان تبقى علامة الدولار ساين دي على الاي، تمام، وتروح عامل العلامة دي اللي هي لا تساوي. العلامة دي يعني لا تساوي اللي هي فارغ، يعني ما تساويش الفضاء. وبعد كده تروح عامل فورمات وبوردر، وتروح عامل دي كده، وتخلي البوردر دي كده، وممكن كمان تخلي كلام الكتابة كمان بالاسود، وتخلي كمان الكتابة بولد يعني تخينة، وهكذا، وتقعد تظبط شوية حاجات. تروح دايس اوكي، دوس اوكي. بص انت كده فاضي اهي، بمجرد ما تكتب اي حاجة، بمعنى اي حاجة، لو كتبت حرف اليو بص ايه اللي هيحصل، حاجة زي كده، حتى حرف اليو تلاقيه كبير. لو كتبت مثلا محمد اهي اتكتبت اهي، لو كتبت مثلا سالب 000 كده هكذا اتعملت، لو عملت مثلا سالب كده اتعملت اي مش ات... اي بالظبط، لو عملت مثلا زيرو كده كده اتعملت. دي هتوفر عليك وقت وكتير قوي، بدل ما انت تقعد تكتب وبعد كده تروح معلم كده وبعد كده تروح عامل دي كده، لا، هي هتسهل عليك كتير قوي الحركه دي، ومجرد ما تيجي تمسح الاول كولوم ده راح بس. فلو عايز تعلم حاجات في الاكسل تابعني عشان تعلم اكتر، وتابعني كمان على اليوتيوب، انا عندي قناة اسمها مستر شاجي. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، والسلام عليكم.